دي حاجة جيدة، لأن كل ما بتكثر الفرق كل ما يبقى نعرف إن احنا بلد قادرين على التنظيم أو لا. فطبعا احنا اللي باين ده كله واضح تماما، واهتمام رئيس الجمهورية بالرياضة وبالبطولة بيدينا كده طفرة حلوة قوي قوي في التنظيم، وطفرة حلوة في الحاجات الجديدة اللي بتتعمل. فبنقول يا رب الحاجات دي كلها ما تكونش عقبة، احنا لسه ما جربناش. إذا كنا عملنا زي تدريب على دخول الملعب والتذاكر والأيديا والحاجات دي كلها، لكن احنا لسه ما جربناش. نتمنى ان احنا نكون التنظيم بتاعنا بشكل جيد، وده تنظيم أساسا الأساس فيه الأمن والأمان، يعني ده الأمن والأمان في الأساس في كل اللي بيتعمل ده. فنتمنى ان هو ينجح يبقى بشكل كويس جدا، ونتمنى كمان من جماهيرنا زي ما كانت 2006 هي موجودة دلوقتي بالأعلام الحلوة دي، على بالعدد الضخم والعدد الكبير ده كله بالنسبة للجماهير اللي موجودة في الملعب. ده عارف بيهز أي فرقة، يعني فعلا بيهز أي فرقة. وبعدين احنا بنعتبر استاد القاهرة ده يعني مرعب لأي منتخب يجي، مهما كان اسمه ومهما كان إمكانيات اللعيبة اللي فيه. بالرغم السنة دي هتبقى سنة فيها شيء من الصعوبة شوية، لأن احنا ما عندناش النهارده إن منتخب مصر هو القوي أو منتخب غانا أو منتخب، لا ده احنا عندنا 10 أو 12 منتخب من ال 24 منتخب أقوياء جدا جدا جدا. من غير ما نذكر أساميها هتلاقي الجماهير عارفة السنغال والكاميرون وساحل العاج ونيجيريا والمغرب وتونس، يعني فرق كبيرة جدا. فدي بتديك الصعوبة. سيبك من المجموعة، المجموعة معتدلة، المجموعة هادية كويس، لكن بعد ما تخلص المجموعة ما نستعجلش اللعيبة، ما نستعجلش اللعيبه المكسب، وما نستعجلش اللعيبه احراز الاهداف، لان دي تعمل بلبله شويه وتعمل لخبطه شويه. فهو تشجيعنا زي ما كان كده، تشجيع جميل الهادي الحلو، هتلاقي كل حاجه اوكي.